التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس الأرمني فهاجان خاتشوتريان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في القصر الرئاسي في العاصمة يريفان، وأقيمت للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية، واستعرض حرس الشرف في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي. هذا وقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فهاجان خاتشوتريان قمة مصرية أرمينية، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مباحثات الرئيس السيسي سيتم خلال تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفي كافة القطاعات، خاصة التجارية والاستثمارية، فضلا عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا عقب ختام زيارته لأذربيجان. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في غارة روسية على إحدى مدن منطقة دونيتسك. وأكد الرئيس الأوكراني خلال خطابه اليومي على ضرورة تزويد بلاده بصواريخ باليستية وغيرها من الأسلحة المماثلة، وذلك لصد الهجمات الروسية خاصة في دونباس ومنطقة خاركيف جنوب البلاد. أعلنت أوكرانيا فرض عقوبات على 185 شركة وشخصية تتعامل مع روسيا في مجال النقل عبر خطوط السكك الحديدية. ووقع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي على قرارات مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن العقوبات ضد الأشخاص الذين ينقلون المعدات العسكرية والجنود بالسكك الحديدية، حيث تم حظر أصولهم في البلاد تمهيدا لاستخدامها للدفاع عن أوكرانيا. وتضم القائمة 3 شخصيات و 182 كيانا قانونيا. التقى المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في أولى محطات جولته الخارجية بأمريكا الجنوبية. وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية. ومن المقرر أن تشمل جولة المستشار الألمانية أيضا كل من تشيلي والبرازيل، حيث يلتقي مع الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا للمرة الأولى بعد توليه الرئاسة. أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملته الرئاسية بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024. وخلال تجمع للحزب الجمهوري وعدد من مؤيديه في ولاية كالورينا الجنوبية، تعهد ترامب بحماية الحدود الجنوبية من عصابات التهريب وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، كما تعهد بإصلاح المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما حذر من تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020، في إشارة إلى ادعاءاته المستمرة بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن. قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح في حادث إطلاق نار داخل أحد المنازل بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأوضحت الشرطة الأمريكية أن الحادث وقع أثناء تجمع داخل منزل قرب مدينة بيفرلي هيلز دون تحديد أسباب وقوع الحادث أو تحديد مرتكبه. ووقع الحادث في أعقاب عملية إطلاق نار أسفرت عن سقوط 18 قتيلا في كاليفورنيا.
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام خلال الفترة من الأول حتى 11 من فبراير المقبل. ويستهل الأهلي مشاركته في مونديال الأندية الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوكسوانيا، ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي لمواجهة سيتال ساوندر الأمريكي بطل كونكاكاف في ربع نهائي البطولة. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.